أختم بشيء، إنه هذه المنطقة كانت من ضمن مخطط الرب. هذه المناطق الشمالية أخذت إلى السبي الأشوري أولا في سنة 722 قبل الميلاد، فالنبي إشعياء اتكلم بنبوة مستقبلا قائلا عن أرض زبولون ونفتالي اللي إحنا المناطق الموجودين فيها، مكتوب يعني الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. فكان بالحري نور المسيح من المعلم الأعظم اللي كشف عقول الناس وكشف الإرادة الإلهية للناس، وهذا التعليم كانت بمثابة تغيير في حياة الناس. شيء جديد شافوه، شيء جديد اتعلموه وانبهروا في هوية يسوع وفي شخصية يسوع المؤثرة والمغيرة. عزيزي المشاهد، وإحنا بندرس هذه السلسلة، أنا بصلي إنه رب يفتح ذهنك وقلبك حتى نفهم الحقائق الإلهية، الحقائق الكتابية، والرب يباركك.